بتنجان المخلل. بص بقى، اخترت نعمل بتنجان اسود. ها اديني بفتحه من النص كده علشان انزله في الزيت يتدحرج كده، مش بنسميه بتنجان مدحرج، بس هنزله كده في الزيت واحنا بنقرا المقادير بتاعتنا، عشان لحد ما نقرا المقادير ونقول هنعمل ايه ونضرب الخلطه بتاعتنا يكون هو ايه طري معانا واستوى. تعالوا يلا بينا نقول المقادير حبايبي. هنعمل بتنجان مخلل. طبعا هنحتاج بتنجان اسود او ابيض زي ما انتوا عايزين، هنحتاج فلفل احمر حامي طبعا وفلفل اخضر لو انتوا عايزين، هنحتاج طماطم، ثوم، ملح، كمون، خل، ليمون، جزر مبشور، وطبعا شوية بقدونس، وطبعا حلاوته في ليمونه وخله. بس كده مقادير بسيطة جدا صح؟ ما هو بتنجان مخلل هو مش عايز افتكاسات كتيرة، حلاوته زي ما كنا بناكله في بيت اهالينا. هعمل ايه بقى في وهو بيتقلي البتنجان بتاعي الحلو ده؟ صح مش انتوا كمان بتحبوا جدا جنب الفاصوليا والرز تعملوا بتنجان مدحرج؟ ولا انا بس اللي بالنسبه لي لازم اعمل بتنجان جنب الاكل؟ وكمان انا ممكن اسلقه، عايزه اقول لكم ان انا يعني بحبه مسلوق البتنجان او مقلي. انت كمان ورانا كمان بتحبه مسلوق زيي. انا عندي علبه بتنجان دي يا جماعه، يعني بتنجان، فلفل اخضر حامي، الحاجات دي بالنسبه لي اهم من يعني انا هعمل ده وهعمل جنبها ايه، يعني دي اللي خليني اكل بصراحه. طيب تعالوا بقى نضرب ايه الحركات بتاعتنا دي في الكبه. طبعا الفلفل بتاعنا اهو الاحمر الحار، عايزين تجيبوه اخضر عادي، يعني مش الالوان اللي هتحددنا في الموضوع ده، احنا كده كده واكلينه، هناكله يعني هناكله. اهو نعمل الفلفل بتاعنا. طبعا انا بفتح البتنجان عندي هنا قبل ما ايه قبل ما احطه في النار علشان يطلع على طول ايه يبقى جاهز عندي اعرف على طول احشي، ما استناهوش يبرد والحركات دي فايه وبعدين احشي. واحط بقى الطماطم، مش عارفه بتحبوا طماطم زي ولا ايه، بس انا بحب الطماطم جدا مع تخليل. وتاخد بقى شوية ليمون حلوين وتوم، ادي التوم عندي كتير. طب في ناس عايزة اقول لكم بتخلي البتنجان المخلل توم بس، توم وكمون وملح وخلاص وليمون طبعا، بس يعني ما بتحطش مع اي حاجة، لكن انا لا بصراحة بحب ايه الاضافات دي. وفي ناس بتكتفي بالفلفل بس، لا جربوا بقى معايا كده وخل، طبعا جربوا معايا كده حطوا طماطم وجزر وشوفوا الطعم هيبقى عامل معاكم ازاي، هيعجبكم جدا. فلفل اسود طبعا مش كتير زي الكمون، انتوا عارفين البتنجانات والحركات دي او المخللات حبيبها اكتر مين؟ حبيبها اكتر الكمون والملح. بصوا الطماطميه الحلوه دي، الطماطم الايام دي حلوه كده وجميله. انا لازم وانا بعمل الاكل اقطع لي طماطمايه كده واروح ايه واكليها، لازم. طماطم حلوه جدا يا جماعه، مفيده يعني، وسعراتها الحراريه تكاد تكون مفيش يعني، بسيطه جدا. اوضب مكاني كده وايه يلا بينا نضرب. بس كده خلص عندي اهو، اشيل وبقى احط عليه ايه الجزر كله بقى، انا هعمل هنا بقى مش هبهدل تاني حاجه، وادي الكمون خلاص وشويه خضره. يبقى انا ما ضربتش الجزر، انا بشرته وحطيته، بحب جدا اضافه البقدونس.
بتبقى حلوه قوي كمان. عايزه اقول لكم روايح النهارده سبحان الله، مش الاكل بسيط يعني، ما فيش حاجه مبتكره مفتكسه، المطبخ ريحته حلوه، حتى عندنا ضيوف النهارده، عندنا عصفوره شمت الاكل وجت تاكل اهو. بص بقى الخليط لما حطيت الجزر والبقدونس، بصوا تقل ازاي، شايفين بصوا عامل ازاي اهو، تحفه، بحبه جدا كده بالاضافات دي. اهو فين ماسك، يلا بينا. بصوا اهو فتح اهو واستوى، يحن بقى على بعضه كمان لما يتحشي والليمون والخل فيكمل سواه، فيديني بقى ايه الطراوه اللي انا ايه عايزاها كده. وقفنا مع بعض النهارده عملنا اكلات بصراحه يعني تفتح النفس وبس وبس. بس كده خلصت، يلا بينا بس نودي الزيت ده ونجيب ايه طبق علشان نحطه فيه ونزينه كده، يلا نحط هنا اهو وحش وافتحه مرة واحدة كده علشان انزل بالخلطة كلها فيه. بصوا بقى السهولة ان انا ايه فتحاه، ما استنيتهوش يبرد عشان ايه اعرف افتحه، لا هو اصلا مفتوح اي نعم سخن وانا انتحارية، بس كله عشان خاطركم طبعا. تعالوا ناخد بقى بيه المعلقة بتاعتنا ونحشي، يلا اهو الله الله. انا انتوا شايفيني كده ولا انا مغطيه عليكم بحاجه؟ قولولي. ادي الله ريحته بقى بعد ما بيخرج كده ويشم بس الليمون والخل، ريحته بتطلع على طول، ريحته طالعه حلوه جدا. حتى على فكره اولادنا ما بيحبوا التغيير، بس لا بالنسبه لهم الاكلات دي برضو بيحسوا فيها ايه ان هم لا عارفين ياكلوا مبسوطين بالاكل، وتحسي كده ان انت ايه يعني ما دام هم حطوا شويه خضار على رز انت كده في التميم انت كده عملتي اللي عليكي وزياده، وحته لحمه طبعا انت كده عملتي اللي عليكي وزياده. بس كده طبعا هو لسه سخن، يلا بينا اهو نشيل ده كده اهو، تعالوا نحط كمان ده. الله 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 الله. طبعا لو هتقولوا لي انت هتعمليه في كده في البيت وتحطيه في اطباق، لا لا لا، حطه في علبه يا رنا نحطه في علبه ويحن على بعضه لازم بقى علشان بعد كده اعرف اشيله في التلاجة. ايوه شارب بقى شارب بقى ايوه اهو اهو نرصصه والله يا جماعة ايه الحلاوة دي، مش عشان انا عاملاها، لا عشان هو الاكل حلو صدقوني، هو كده في حاجات انت ما انت ما عملتش فيه حاجه، هو البطل في حد ذاته يعني، مش علشان
احنا اللي عملناه خالص، هو في حد ذاته لو اي حد عمله هيطلع بيجنن. بس كده بنضف لكم الدنيا وهروح احطه. طب خلاص خلي بقى دياق ايه. واحنا جاهزين.